أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نشرح موقع مذهل يعتمد على الذكاء الصناعي لمسح أي شيء بالصورة. طبعا هذا الموقع اسمه Magic Eraser، وهذا الموقع يعتمد على الذكاء الصناعي بمسح أي جزء من الصورة مثل ما نلاحظ هنا أمامنا. طبعا نتائج مذهلة جدا باستخدام الذكاء الصناعي، يتم مسح أجزاء كبيرة من الصورة أو صغيرة مع الجودة والحفاظ على دقة الصورة. طبعا بعد ما ندخل إلى الموقع راح نفتح صورة من Upload Image، مثلا هذه الصورة. طبعا بإمكاننا أن نكبر الأداة، أداة المسح. أول ما نفتح الصورة بعد ما نضع الماوس على الصورة راح تظهر عندنا هذا القرص اللي هو باللون الأصفر الفسفوري. بإمكاننا أن نكبر القرص أو نصغره من خلال هذه الأداة، طبعا حسب الجزء اللي يريد نمسحه. إذا كان كبير نكبر القرص. مثلا راح أجي أمسح السيارة بهذه الطريقة، طبعا أنتظر فقط لحظات ويتم المعالجة بشكل سريع. إذا لاحظ أن النتائج مذهلة جدا ورائعة جدا بعد ما تم عملية المسح. طبعا بعد ما تم عملية المسح راح يتم وضع أجزاء بداخل الصورة بنفس مكان الجزء الممسوح. أيضا نقدر نمسح الفيل، طبعا إذا لاحظ أنه الفيل حجمه كلش كبير هنا بالصورة، تقريبا ماخذ ثلث الصورة، ومع ذلك راح تتم عملية المسح بسهولة. إذا لاحظ نتائج مذهلة جدا ورائعة، بإمكاننا نستخدم هذه الصورة بعمليات التصميم أو بأي مكان آخر.